السلام عليكم. ما الدليل على وجود الجن؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فابقوا معنا. من فضلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد، وجزاكم الله خيرا. أنكرت قلة من الناس وجود الجن إنكارا كليا، وزعم بعض المشركين أن المراد بالجن أرواح الكواكب، وزعمت طائفة من الفلاسفة أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة، كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيها. وزعم فريق من المحدثين أن الجن هم الجراثيم والميكروبات التي كشف عنها العلم الحديث. وقد ذهب الدكتور محمد البهي إلى أن المراد بالجن الملائكة، فالجن والملائكة عنده عالم واحد لا فرق بينهما. ومما استدل به أن الملائكة مستترون عن الناس، إلا أنه أدخل في الجن من يتخفى من عالم الإنسان في إيمانه وكفره وخيره وشره. وغاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم، وعدم العلم ليس دليلا، وقبيح بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده، وهذا مما نعاه الله على الكفرة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهذه المخترعات الحديثة التي لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، أكان يجوز لإنسان عاش منذ مئات السنين أن ينكر إمكان حصولها لو أخبره صادق بذلك؟ وهل عدم سماعنا للأصوات التي يعج بها الكون في كل مكان دليل على عدم وجودها؟ حتى إذا اخترعنا الراديو واستطاع التقاط ما لا نسمع بآذاننا صدقنا بذلك؟ يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلاله متحدثا عن النفر من الجن الذين صرفهم الله إلى رسوله فاستمعوا منه القرآن: إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاية ما قالوا وما فعلوا، هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن، ولتقرير وقوع الحادث، ولتقرير أن الجن هؤلاء يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتقرير أن الجن خلق قابلون للإيمان وللكفران، مستعدون للهدى والضلال، وليس هناك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد لهذه الحقيقة، فما يملك إنسان أن يزيد الحقيقة التي يقررها سبحانه ثبوتا. ولكننا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني. إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار، حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا كنها وصفة وأثرا، ونحن نعيش في أحضان هذه القوى والأسرار، نعرف منها القليل ونجهل منها الكثير، وفي كل يوم نكشف بعض هذه الأسرار وندرك بعض هذه القوى، ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بذواتها وتارة بصفاتها وتارة بمجرد آثارها في الوجود من حولنا. ونحن ما نزال في أول الطريق، طريق المعرفة لهذا الكون الذي نعيش نحن وآباؤنا وأجدادنا ويعيش أبناؤنا وأحفادنا على ذرة من ذراته الصغيرة. هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيئا يذكر في حجم الكون أو وزنه، وما عرفنا اليوم ونحن في أول الطريق يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل 5 قرون فقط عجائب أضخم من عجيبة الجن. ولو قال قائل للناس قبل 5 قرون عن شيء من أسرار الذرة التي نتحدث عنها اليوم لظنه مجنونا، أو لظنوه يتحدث عما هو أشد غرابة من الجن قطعا. ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية المعدة للخلافة في هذه الأرض ووفق مقتضيات هذه الخلافة وفي دائرة ما سخره الله لنا ليكشف لنا عن أسراره وليكون لنا ذلولا كي نقوم بواجب الخلافة في الأرض. ولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا في طبيعتها وفي مداها مهما امتد بنا الأجل، أي بالبشرية، ومهما سخر لنا من قوى الكون وكشف لنا من أسراره، لا تتعدى تلك الدائرة. ما نحتاج إليه للخلافة في هذه الأرض وفق حكمة الله وتقديره، وسنكشف كثيرا وسنعرف كثيرا، وستتفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته، مما قد تعد أسرار الذرة بالقياس إليه لعبة أطفال،
ولكننا سنظل في حدود الدائرة المرسومة للبشر في المعرفة وفي حدود قول الله سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قليلا بالقياس إلى ما في هذا الوجود من أسرار وغيوب لا يعلمها إلا خالقه وقيومه، وفي حدود تمثيله لعلمه غير المحدود ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فليس لنا والحالة هذه أن نجزم بوجود شيء أو نفيه وبتصوره أو عدم تصوره من عالم الغيب والمجهول ومن أسرار هذا الوجود وقواه، لمجرد أنه خارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة، ونحن لم ندرك بعد كل أسرار أجسامنا وأجهزتنا وطاقاتها، فضلا عن إدراك أسرار عقولنا وأرواحها. وقد تكون هناك أسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلا، وأسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عن كنه، فلا يكشف لنا إلا عن صفته أو أثره أو مجرد وجوده، لأن هذا لا يفيدنا في وظيفة الخلافة في الأرض. فإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى وعن طريق كلامه لا عن طريق تجاربنا ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضا، فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة بالقبول والشكر والتسليم، نتلقاها كما هي فلا نزيد عليها ولا ننقص منها، لأن المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم يمنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة، وليس هناك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه الأسرار. والقول الحق أن الجن عالم ثالث غير الملائكة والبشر، وأنهم مخلوقات عاقلة واعية مدركة، ليسوا بأعراض ولا جراثيم، وأنهم مكلفون مأمورون منهيون. والأدلة على وجودهم كما يلي: وجودهم معلوم من الدين بالضرورة. يقول ابن تيمية: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة، وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة، ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة، بل مأمورون منهيون، ليسوا صفاتا وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة. فلما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء تواترا تعرفه العامة والخاصة، فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكرهم. وقال أيضا: جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب، وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد حام، وكذلك جمهور الكنعانيين واليونان من أولاد يافث، فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن. وذكر إمام الحرمين أن العلماء أجمعوا في عصر الصحابة والتابعين على وجود الجن والشياطين والاستعادة بالله تعالى من شرورهم، ولا يراغم هذا الاتفاق متدين متشبت بمسكة من الدين. أما بالنسبة للنصوص القرآنية والحديثية، جاءت نصوص كثيرة تقرر وجودهم كقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والنصوص كثيرة. أما بالنسبة للمشاهدة والرؤية، كثير من الناس في عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيئا من ذلك، وإن كان كثير من الذين يشاهدونهم ويسمعونهم لا يعرفون أنهم جن، إذ يزعمون أنهم أرواح أو رجال الغيب أو رجال الفضاء. وأصدق ما يروى في هذا الموضع رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للجن، وحديثه معهم وحديثهم معه، وتعليمه إياهم وتلاوته القرآن عليهم، وسيأتي ذكر ذلك. ورؤية الحمار والكلب كذلك للجن. إذا كنا لا نرى الجن فإن بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. ورؤية الحيوان لما لا نرى ليس غريبا، فقد تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما لا نرى،
فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية، ولذلك فإنه يرى الشمس حال الغيم، والبومة ترى الفأر في ظلمة الليل البهيم. أما بالنسبة للذين يقولون أن الجن هم الملائكة، فنرد عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أن الملائكة خلقوا من نور وأن الجن خلقوا من نار، ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأصلين، وهذا يدل على أنهما عالمان لا عالما واحدا. ومن نظر في النصوص المتحدث عن الملائكة والجن أيقن بالفرق الكبير بينهما، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن يكذبون ويأكلون ويشربون ويعصون ربهم ويخالفون أمره. نعم، هما عالمان محجوبان عنا لا تدركهما أبصارنا، ولكنهما عالمان مختلفان في أصلهما وصفاتهما.